الفرنش توست، التوست الفرنسي كيتو دايت بأسهل وأسرع طريقة، جربوه وصحتين وألف هنا. بدي 8 بيضات كبار، بدي جبنة كريمية بدرجة حرارة الغرفة 225 جرام، بدي 4 ملاعق كبار زبدة، بدي شوية فانيليا وأخلطهم بالفود بروسيسور، ربع كوب سكر إريثريتول، 7 ملاعق كبار دقيق جوز الهند، ملعقة صغيرة باكينج باودر، نص ملعقة صغيرة قرفة مطحونة، وأخلط الكل مع بعض مرة ثانية. هلا أحطهم بقالب الخبز وإلى الفرن على درجة حرارة 180 من 50 إلى 55 دقيقة مع المراقبة وصحتين وألف هنا. بدي بيضة كبيرة، ملعقتين كبار كريمة خفق، ملعقتين كبار حليب اللوز، رشة فانيليا، رشة قرفة مطحونة، ملعقتين صغار سكر إريثريتول، وأخفق الكل مع بعض. عندي 6 قطع من الإيجلوف، نحنا سوينا الفيديو طبعا موجود على القناة تقدر تشوفوه. بدي أنقعهم شوي. حطيت شوية زبدة على نار متوسطة، وهي شرايح الخبز بدي أقليها على كل وجه تقريبا دقيقتين ثلاثة وصحتين وألف هنا.